صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم ثلاثة لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه صدق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المحررة في مدينة المنامة بتاريخ الثامن والعشرين من ربيع الأول 1444 هجرية الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر 2022 والمرافقة لهذا القانون